في الوقت الذي يصارع فيه الفن والإبداع من أجل الحفاظ على حريتهما، وجد الفنانون والمثقفون أنفسهم أمام مشهد تكرر في أكثر من موقف، وهو التعدي على تماثيل رموز الفن والفكر والإبداع. أبرزها كان وضع النقاب على تمثال أم كلثوم في محافظة المنصورة على أيدي مجهولين. هذه الواقعة أثارت موجة غضب بين أغلب طوائف الشعب، وكانت ردة فعل مجموعة من الشباب بالكشف عن وجه أم كلثوم وتنظيف التمثال، بل ووضعوا عليه علم مصر. سوف تظل الدولة المصرية تحرص على حماية ورعاية وترميم بل وإنشاء تماثيل جديدة، فالتماثيل تمثل جزء من ذاكرة الأوطان، لأن الأفراد والذين وضعوا بصمات في أي مجال من المجالات الثقافية أو الفكرية أو العلمية يعني تظل مصر تحفظ لهم هذا الجميل. واقعة أم كلثوم لم تكن الوحيدة، بل تعرض أيضا تمثال طه حسين للكسر والسرقة في محافظة المنيا. تزامنت هذه الواقعة مع قرار اتحاد الكتاب وضع تمثال آخر لعميد الأدب العربي في مكان متميز بمقر الاتحاد. اللي في الحكم بالذات في مصر يجب أن يكون راعي للثقافة، لأن الثقافة في مصر غير دول أخرى كثيرة في العالم هي القوى الناعمة لمصر، هي القوى الحقيقية لمصر، لأن مصر كل ما حققته في الماضي من مكانة خاصة ومن سمعة ومن رونق ومن تقدم ومن اسم دولي كان بسبب الثقافة. فالتعدي على هذه الذخيرة الكبيرة لمصر، القوى الناعمة لمصر، هو تعدي على الأمن القومي المصري. وفي مدينة السادس من أكتوبر وأمام مجمع الفنون الذي تقيمه الفنانة مجدة الصباحي، تعرض تمثال لها في الميدان لشرخ نتيجة هجوم نفذه مجهولون. المثقفون يرون أن التعدي على هذه التماثيل يعتبر تعديا على الثقافة المصرية بأكملها، ما دفع بجبهة الإبداع المصري التي تكونت في الشهور الماضية للدفاع عن حرية الفكر والإبداع، دفعت بها إلى الإعلان عن اكتتاب يتبرع فيه من يرغب من المبدعين لترميم هذه التماثيل. بهجمة على تماثيل طه حسين وأم كلثوم وما شابه، احنا بنعمل اكتتاب وبنرجو ان كل محب الفن والثقافة ان يدعموا هذا الاكتتاب. خلال 48 ساعة هنعلن رقم الحساب، ونرجو الناس كلها تكتتب، لان ده هيبقى على كل محافظات الجمهورية. ربما يكون الإرث الأكبر الذي تركته مصر لأبنائها هو الثقافة والفن، الذي يشعر قائمون عليه بأنه يتعرض لحملات هجوم هذه الأيام. ولكن الغريب أن التمسك بهذا التراث لم يأتي فقط من المثقفين والفنانين، وإنما أيضا من أشخاص عاديين قرروا أن يدافعوا عما يرون فيه هويتهم الحقيقية. سمر بشات، العربية، القاهرة.